اللي حقدت عليك اخاي الزيون صاب الرجل هادي مشكل انت اللي عندك الحقد هنا ومريض به اما انا راني فرحان الصوت وعيش وغايز صباح الخير وعلى الصباح كطلع على هاد المنظر هذا وانت مجبات بلاصتك يا الله معلم النوضو اليوم غادي نزيدو غير هنايا غادي نريح نتريني ونخدم وغدا ان شاء الله نكملو نشدو الطريق للمغرب لان عجباتني الجلسه وغايز الدراري هادي لا صال ديال اليوم فاش تحركنا انتوما كتبوا لي بلاصه صغيره صغيره بزاف ها هي هادي لا صال هي هادشي كامل اللي من ورايا ما كاين حتى شي حاجه اخرى قدامي ولكن اللي كيميزها الصاط هو هاد الفيو هذا واحد الفيو خطير كتريني وكتطلع على واحد الفيو سلامون لوزو برقاع تلية الشفطة الشامبينيون والدجاج شوش حد ديال الدجاج ولا فوقها غارقة فوقها معي غارقة واحد الروز شو على روز دار ليا هاري كالعادة خبيزة معلم خبيزة عامرة بالدجاج يا معلم كان سكيلو ديال الدجاج ما كتبلاش كاع تسكت كنت تقاتل معاها كنت تسكت كنت تجنها بحالها معلم عاوتاني البيض دجاج تبارك الله شحال ديال الدجاج سلامون معلم سلامون جوج ديال الانواع ولافوكا معلم ولوز وكركاع ديال السير مخول فوق المنى اللي حقدت عليك اخاي الزيون صاب الرجل هادي مشكل انت اللي عندك الحقد هنا ومريض به اما انا راني فرحان الصوت وعيش تعلم الصوت تحكم في الاحاسيس ديالك الا بغيتي دير شي حاجه في حياتك حاول تخلي تشوفها من الجانب الزوين مشكلتك انت ماشي مشكل الشامبيون اللي كيتفرجوا فيه نفس الناس كاين ناس كتبغيه وناس ما كتحملوش وكتحقد الا كنتي كتحقد راه انت اللي عندك الحقد هنا وكتعاني ماشي انا اللي كنعاني انا راني عايش فرحان حاول تكون اسط من الناس الاخرين الفرق هو كيشوفوا شي حاجه زوينه انت كتشوف اي نعمه الناس اسط كتشوف النعمه كتفرح منها انا كنشوف بزاف الناس بحال جان لوكا فات وكنفرح كنبغي نكون بحالو احسن منه وكاين الناس كتشوف النعمه كتحقد كيفاش بغيتي تكون نعمه عندك انت كتشوفها كتحقد ما باغيهاش تكون عند الناس وكتحقد عليها كيفاش فكر اسط مع راسك فكر شويه